أهلا بكم مجددا في برنامج صفي قلب. التحية للسادة المشاهدين اللي تابعوا فينا. قبل ما نمشيوا للوضعية الموالية إن شاء الله ربي يجريها على الصلاح، نحب نحكي شوية على عيد الحب. عيد الحب محلاه محلاه. عيد الحب قديش ولينا نحبوا بعضنا من نهار 13 فيفري في الليل، والتوانسة يحبوا في بعض من نهار 13 فيفري. ما صدقتش قديش عيد الحب توانسة الكل ولينا نحبوا بعضنا. الساعة أنا حضرت على مشهد زوز كراب معناتها ضربوا بعضهم دوب ما بسوا بعضهم. كيفاش الراجل هبط من الكرهبة يحب في الراجل الآخر، حبوا بالكدير، كيفاش حبوا، كيفاش شبعوا احترام، فهمني؟ قعد يحترم فيه قدام الناس خاطر الآخر معه ولاده، يحترم فيه قدام ولاده، والآخر زاد نحى الفيست وقال له باش نجي نحترمك أنا. إي قال له باش نجي نحترمك أنا قدام ولادك، فهمني؟ ونحى الفيست وكذا وبدا يحترم فيه بالكلام الأول، بالكلام يحترم فيه، شبع احترام. يا ودي لا خلى له، احترم له أبوه، احترم له أمه، احترم له أمه، احترم له جده الله يرحمه، هو جد احترمه، فهمني؟ لاخر كي احترم له أبوه، واحد كي احترموا له أبوه وأمه، مازالش فاهم. قال له والله ما أنا باش نحبك، أنا تو باش نحبك. أعطاه بوسة في وجهه أعطاه بوسة الأولانية في وجهه جاته لهنا، والبوسة الثانية وكذا، وبعد لحظة ولات الناس كل تحب في بعضها، وناس تزمر من تالي خاطر تبلعت السيركيلاسيون، ولاو الناس تحترم زادة من تالي، يحترموا في اللي واقفين مسكرين ياللي يا محلاك، فهمني؟ بلع السيركيلاسيون يا عسل، ورانا نحبوكم، اقعدوا هكاكا نحبوكم وكذا، راهو جو وهم يحترموا. ثم واحد احترم لهم التليفون، احترم التليفون وقطع. قديش عيد الحب محلاه، هذه لوكاتور زرا، وان شاء الله ياماتنا كلها حب ومحبه. تيش من عيد حب يا تيش من عيد حب، تي لغه هو يا اخي الحب لازم عيد يهديكم ربي. ليه لازم عيد، وهما شكون اللي عملوه اوروبا راه. انت يا ريتشي مثلا اوروبا يحتفلوا بالعيد الشجره بتاعنا، راهم تونس عندهم عيد شجره، يجي نزرعوا شجره مع الحب كل يوم في كل دقيقة في كل ثانية. ثماش اللي توشي واحد يحب واحدة من 8 متاع الصباح للأربعة متاع العشية، ولا سيونس يونيك، قال اليوم مش نحبك سيونس يونيك، فهمني ولا نهار السبت ولا حد ما نحبكش، مرتاحين كونجي، ولا باركنزين، حب باركنزين، كنزين هذه نحبك، كنزين الأخرى لا، فهمتني؟ ليه هزين ونظان. أنا ما نمنش بيه هذا الحب، نمن بالحب في المطلق، حبوا بعضنا إن شاء الله ربي. لا جيست، لا نوار، لا شنو نحب بابا، نحب صاحبي، نحب خويا، نحب صديقتي، نحب هذه انت تحكي هكا توا الشباب ساكت وانت تحكي هكا. لازمني نحكي، لازم نعلمهم وانو الحب راهو باهي 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 في برشا حاجات. نحب منير راجل. تحبي منير راجلك؟ تحبي منير راجلك؟ والله العظيم شري لي كبوت يا رامي. لحظة شري لك كبوت. لا اله الا الله. باهي الحب. انت على فصل الجيس قلتي على الورد. اي باهي الحب. والشوكولاته زاده. كملي مع منير راجلك شويه. انت باش يجيب لك شوكولاته. نذكر اعزائي المشاهدين ان احنا نصوروا يوم عيد الحب. منير راجلها شرى لها كبوت، وان شاء الله اليوم قالت لك باش يجيب لها الشوكولاته. تحيه كبيره برشا لي، وتحيه للناس اللي يمنوا بعيد الحب. هذه اختيارات. صبرني ربي وكهو. ما عندكم ما تقولوا انتم غادي؟ لحظة خلنا لا. لحظة بالله لحظة. مباشرة للخبرة، للجامعة التونسية للحب هاي. تفضل. حب راجلي. هاي. 42 سنة معرسين. قوي صوتك كهو. سكيت هاي سكيت. 42 سنة معرسين، نحبه لنهار غيرني، نهار غششني في عيد الحب. عيد الحب والدنيا والشاي كل بلا بيك
بلا بيت يقول لي الراجل هنا نموت وانت تقعد لاولادك. لطف 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 عليك لطف عليك. تو في عيد الحب هذا باش يجيب لك النوار والشوكولاته؟ لا يعطيني بوسه منه ومنا. لحظه بالله لحظه بالله بعدين مواطنه طويكه في الشارع احنا قاعدين. مرحبا بيك. يعيشك. هذه رئيسة الكونفدرالية الإفريقية للحب والسان فالونتان، مسؤول على قطاع السان فالونتان في الميكروب ربي يتكلم. ديما يشري لي الحاجة. راجلك تمر بعيد الحب ولا؟ هي هي بالطبيعة. بجاه ربي. والله. هكا. هي. 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 يهدي لك في عيد الحب. لا 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 هو لا في العمر لا إن شاء الله. حيد الحب يقولها ألبس الميني فعلا. فانا انتقل الى الضفه. بس مش برنامج اليوم. زوجها يبدو انه على عين المكان. ناخذ رايه في المساله هذه. تعدي له المصدح تفضل ان شاء الله ما طلعش غلط في راجل هذاك. هو صديقي في تم من بعيد الحب. نحي البافي تخليه يعرفوك على قاعده ويقمروك العباد. سولي ما نعود بصبع غليت علينا الخبز ديرك. تم من بعيد الحب. ايه ما نمنش عيد الحب. الحب ديما في القلب. اي لا لا ايش معناتها؟ لغه هذه خطر. نحب هذه اللغه بتاع الرجال يعملوها باش يهرب من الكادو. عملناها ولا لا بتاع الحب في القلب فهمني ولا ايه؟ والكادوات وما نمنش بسان فالونتان كيف فهمني؟ انا كلي لا حب الكل لا لا مادام يا جعفور مادام يا جعفور 42 سنه ما زواج. لا لا هديت ليش حاجة في السان فالونتان مرة؟ سيب السؤال واضح. هديت ليش حاجة في السان فالونتان؟ ديما نهدي لها. شنو هديت لها؟ ديما نهدي لها. يا ودي سيبني من ديما نهدي لها. شنو هديت لها؟ غناية موال قصيدة تيلي عليه. حويج. ما هديت لها شيء؟ ديما نهدي لها يا ولدي أنا كلي لها. كما قلت لكم اليوم ما يبدو أنا ما ثمش حلقة. نرجع الوليد راجلها. وليد راجلها هاي لنا منير. منير راجلها. اسمعني قالوا بعض الأصدقاء اللي أنت تغني ناحي البابيت. ايجي بعد ايش 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 ايجي بعد ايش بربي باش نغنيه غنية رومانسية بمناسبة عيد الحب. غنية ماذا بيه تغنيه بري الاسماح الارباح. لا رومانسي ولا غلطه وندمان عليها. شنو الاغنيه باش تغنيها؟ لا لا اعطيني العنوان. نهدي لكم اغنيه. لا لا نطلب من الله. اه نطلب من الله. ايه سكيت. نطلب من الله الله لا يبكيك والله منتيق دمعة من عينيك وإن شاء الله ربي لي يخليك يا ربي تدوم عشرتنا أنا وياك يا ربي تدوم عشرتنا أنا وياك. نسمع نسمع. قلبي والروح والله بين ايديك تطلب عيني يا عمري نعطيك حياتي وعمري من سلم فيك في الفرحة والدمعة والله القلب معاك في الفرحة والدمعة والله القلب معاك انت ناسي وماليا انت روحي
العزيز عليا أنا اللي ليك في الدنيا هذية باقي من عمري نعيش أنا وياك باقي من عمري نعيش أنا وياك أنتي ناسي وماليك أنتي روحي العزيز عليا وأنا اللي ليك في الدنيا هذية باقي من عمري نعيش أنا وياك باقي من عمري نعيش أنا وياك شكرا لحظة بالله لحظة وجدي هذا نحب تقصوا الفيديو بتاع وجدي أكل نوعية بتاع الفيديوهات ضحكوا عليه في الأول ثم فاجأهم عرفت كيف طلع مشرمال في الأخر الله وحد عليك صاحب الله وحد عليك خدش عمرك 23 سنة حليب 23 سنة صغير والله صغير إن شاء الله ربي يوفقك تحية كبيرة برشا ليك وجدي ميرسي بوكو باهي باش نمشيو تويكا للوضعية نتاع الليلة حابين نعيشوكم كيما عائلة نحن راهو لهنا هذوما عائلة واحدة وتعرفوهم وانتم اللي قاعدين في الديار نعيشوكم لحظة بلحظة أقسم بالله لا محضر ولا نعرف ولا عمري في بالي بيه يغني تعرفوا شنو كان باش يصير خاطر خليه يغني خليه خاطر صارت لنا مرة قالوا لي ثم واحد صوت وصوت 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 واحدة قالت لي صوت وصوت وصوت صوت وصوت قالت لي صوت قالت لي باش عمل بوز باش عمل بوز قالت لي خرجوا قالت لي أي خرجوا خويا عملت له سيناريو فهمني ولا جيت قلت تغني قال يا مانامان نعمل هيك شبيك صوت وصوت هذا يطلع في المستوى محليك إن شاء الله ربي يبارك لك وربي يعطيك ما تمنى باهي نستقبلوا مع بعضنا تويكا مدام سماح سماح اللي تحب تستدعى حماتها تو نشوفوا تفاصيل الحكايه بالضبط نستقبلوا لسماح مرحبا بيك مرحبا زرت البركة مرحبا مرحبا لحظة الله سامح لحظة شوريكم انت رجلها لحظة شوريكم انا تو في برنامج في تلفزة في برنامج في تلفزة لحظة ايج 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 انت مرتي ايجي شوريك اجري شوي اجري شوي جرب اجري شوي اي مش جيت وكنت قديلا شو اوريكم الرجل كيف عمل ادخلي بارك الله فيك مدام ميرسي بوكو لا سماح نعم هكا تدخلوا العروسات وقاعدك هكا الشباك عدد أربعة بوسطة داخل البوسطة مرحبا بيك يا سماح مرحبا إن شاء الله ديما نضحك وإن شاء الله ديما متسمين ونس بيه زارت لبارك أخوي فد الكرة مرحبا بيك معك اسمعنا الغناسي جعفر بكيندو وهو حس ديجا هذاك علاش دخلت بغير ما الغناء كيسمع الغناء كيسمع الغناء بكي بكي نسا الغناء بتاع فرحة هي ما تحسيته بالحب حسيته بالحب خاطر خذينا بعضنا على الحب الله انا جايين انا جاي المعلم ماضي طلع المعلم ماضي هذاك هربت معاه مشيت هربت معاه حبي هذاك كلول والاخ باهي خلينا نتعرفوا عليك يا سماح ظاهره مراه احسن الظروف القاسية والفقر والاحتياج يخليو الإنسان يقف عاجز حتى قدام روحه يخمم زعما شنو الحل باش نقدم وشنو الحل باش نعيش عيشة كريمة أنا وصغاري سامح تزوجت وأنجبت صغيراتها لكن الدنيا عطاتها وجهها القاسي ولقات روحها تعيش في بيت ما تتوفرش فيه أبسط مستلزمات العيش الكريم يعيشوا عشمع في الوقت اللي زوجها يملك قطعة أرض صغيرة أمنية حياتها وحلم عمرها إنها تبني فيها دار لصغارها لكن يبقى الإشكال إنه حماتها تتنازل لهم على ملكية الأرض مرحبا بيك يا سماح عايش بيك منين جيتنا من سويسرا
من سوسه، مين من سوسه؟ محطة نتاع سوسه معنا طفيلة البركة. طف اي طرف نعرف البلاصه هذيك. مرحبا بك زارتنا البركه. قداش عندك اخوات؟ احكي لي. عندي كان زوج اخوات باولاد، ما عنديش بنات. زوج اولاد اكبر منك؟ اخويا اصغر واخويا الكبير. انت الوسطاني؟ اه. الساندويتش محطوطه في الوسط، معزه مكرمه، جوك احلى جو. الحمد لله. الفوقاني خوك يدافع عليك، والصغير تلقعه انت وديما تتعدى. نتعدى. عفوا الغاية. قريت شويه سماح؟ ما قريتش برشا، ديجا الخامسه وكنا في القروان الخطر، وجيت برد. في سوسه. باهي. انت اصلك بالقروان مال؟ اصلي من القروان. تولدت في القروان؟ تولدت في القروان. الوالد عايش؟ الوالد عايش؟ لا بابا ما توفى. الله يرحمه برحمته الواسعه. الله يخليك. الوالده؟ امي حي. ربي يفضلها وان شاء الله تيش فوق الراس. الله يعيشك ربي يفضلك. باهي. ما قريتش للخامسه ابتدائي، ايش عملت من بعد؟ جيتني هنا سويسرا، معناها جابتنا امي هنا سويسرا، بقيت نخدم هنا في سويسرا. تخدم اللي صغيره؟ اه. شنو خدمت؟ خدمت دار، معناها كبرتني شويه، وبعد كي ولدت في معمل حطتني امي في معمل تعلم في خياطه. ايه؟ تعلمت الخياطه. قالت معناها تعرفت على السيدي عمر فيسع فيسع، ما معناها ما بقيتش 18 سنه. انت مزروبه تحبي تحكي واش تعرفتي؟ مزروبه معناتها توا الله العظيم ولا سامح. دخله فهمتها معناتها الكل بالنسبه لها. تعرفت على شو اسمه؟ على سي عامر. سي عامر. سي عامر تعيط له؟ تعيط لك سي عامر؟ عيط لي عامر. اه؟ عيط لي عامر. والتربيجه شنو هي؟ كيفاش تربج بيه؟ عمروش. عمروشي؟ العمروشي هذا. العمروشي، العمروشي، العمروشي خطيرة، خطيرة في الرواق الأيمن، العمروشي والبرا. العارضة. على العارضة. يا عمروشي يا عمروشي، أنت شنو تتربش بها عمروشي؟ خميستي. 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 زو. رومانسي عمروشي؟ برشا برشا. ها؟ لحظة مالا. يقول كلام رومانسي؟ مالا. كيفاش مثلا؟ يا حبي يا غالي يا عزيزتي يا قلبي هم عيني. غلى علينا الخبز. مني بشي جدها طبعا من عمروشي ولا من المعلم بيدي. عمروشي تقول كلام رومانسي؟ مش برشا. لا حشام حشام سي علي. لا 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 خلينا نحكي مع عمروشي. وحدنا عمروشي نحن طبعا. انت معناتها كي تعرفت عليها قلت لها كلام رومانسي؟ قال لي قلت لها نجم نحكي معها وقتي شوي. شنو مثلا الدخله اللي دخلت بها وقت اللي تعرفت عليها شنو الدخله اللي عملتها؟ لا الدخله دوما جات غريت مني دي في دي تسلفت هي. ولا ما سمعتك بابا جان؟ سلفت مني دي في دي. سلفت منك؟ هي امها هي. اي را خاله هذيا راجل امي فهمتها؟ خالها هي رجل امك؟ اه اللي مساعدينها. خالها هي رجل امك؟ هذه اصعب نعت عطيتيني في الحياه. بوك متوفي؟ بابا متوفي. الله يرحمه برحمته الواسعه. امك عاودت تحياتها؟ عاودت تحياتها. خذيت خالها هي؟ خالها هي. عليه؟ مكتوب ربي، مكتوب ربي. به خالك انت شو يقرب ال قول لينا نحن الكل. لا عاتب شيء. به خالها ماخو امك؟ خالها هي ماخذ امي. صحيت. به انت قدش عمرك يا خاله خذي امك؟ انا صغير يعني. صغير. باهي خالها؟ مش باهي. موش باهي خالها، مش مشكل. به مكتوب ربي. كيفاش تعرفت عليها؟ هذا انا قلت لك جيت للدار. شكون اللي جيت للدار؟ سماح. سماح. جيت للدار. هي سماح. كي تتربش بها سموحة ميحة موحو حيحي حاجة فيها سي سوسو سيحة حاجة خميسة شو مدخلها خميسة؟ ما قد تصرفاتي كي خميسة. ها؟ تصرفاتي كي خميسة معناها نطيب ونظل نعمله كي خميسة. كيفاش تعمل كي خميسة؟ نطيب وتعمل كي خميسة؟ هي مدخلتها في عيد ملايين. دخلتها في عيد. كيفاش كي خميسة؟ كيفاش مثلا شنو هو كي خميسة؟ ظل نطيب له ونشتح له ونعمل له برشا حاجات. معناتها الطيب بالله لحظة بالله لحظة
يا عالم يا أوروبا يا أوروبا تعلموا الرومانسية من تونس. الطيب وتشتح له الميت لو اشتيع مع بعضه ميجيوش. يا الطيبي عمرك ما حركتي طنجرة؟ لا الحركة طيب. ها؟ نحرك طيب. لا لا حركتيش طنجرة مرة. لا ليها الحمد لله جد باللطف. جد اش تتسلف دي في دي؟ اي خطره جراج شافر قابل دارنا. اي احكي لي انتي. احنا ما عناش تلفز كي جينا سوسة ما عناش تلفز. بيه؟ هو يسمع في الغناء قلت بربي تعطيني الدي في دي نسمع بيه. اي قال لي تفضل. ما تعرفوش انتي قبل؟ ما نعرفوش. انت ما حكيتش معاه قبل؟ ما حكيتش معاه جملة واحدة. انتي عرضت لك جاه ربي جاي للدي في دي ولا ال خسرت له من الاول شفته عجبني. للبلاي ستيشن. انت جاي للدي في دي ولا المولى الدي في دي؟ عرضت لك جاربي بالحق. خسرت له مرتي الحقيقه شفته معناه. الدي في دي؟ خسرت اللي هو. اللي هو المولى الدي في دي ايه؟ هيك جاب لي اللي خذيت منه الدي في دي جات امي. كي مد لك الدي في دي؟ خزر لي. اه؟ خزر لي. انت تفهم انت البرنامج فهمته فهمته. كي مد لك هو الدي في دي. فما شكون يمد اه هيك شوري فما شكون يمد الدي في دي هك. تفضل اختي. خصنا اختي ممسطه هذيك تفضل اختي ولا هاي هاي الرومانسيه خمريك الرومانسيه هاو الدي في دي تفضل اخ باف يتكسر الدي في دي لا يمدوا لك زرتوا بعضكم زرنا بعض خديت الدي في دي روحت للدار وكي خديت الدي في دي بربي كي خديت الدي في دي درتي ومشيتي ولا خديت الدي في دي قلت له عايشك على الدي في دي عايشك على الدي في دي عايشك على الدي في دي جبوك حاجه من النوع هذا كيفاش خذي الدي في دي لفت شوي وبعد كي كملت مشيت عليها عليها والله واصل ايه جات امي قالت لي منين خذيت الدي في دي؟ ايه قلت لها خذيته من جيران قالت لي انت ما تطلبيش وما علاش الكل عندها الحق دق هو البي قال لي اعطيني الدي في دي قالت لي هذا جايبك ليه ها؟ قالت لي جايبك ليه هو واش بيه وامي حاب يهز الدي في دي؟ لا هي من الغدوه راهي من الغدوه جايه من الغدوه خذها الدي في دي من غدوه هاي هاي داخل بها قال اعطيني الدي في دي امي جات قالت لي بتاع شكون قلت لها بتاع الجيران قالت لي لا انت معناها ما تكلمي حد معناها ما تخدم عند حتى حد هاي هل على جايته هو قالت لي اعطيته الدي في دي قالت لي امي كيفاش تكلميه وشنو الكل وين قبله هو كنت خاطبه على ولد خالتي كنت مخطوبة أنت؟ كنت مخطوب ولد خالتك؟ ولد خالتي عنده شي دي في دي؟ ما عنده شي وقت الدي في دي ولد خالتك ما زلت مخطوبة معاه؟ مخطوبة معاه آه. معناها الدي في دي يلعب تحت ساقية ولد خالتك ولد خالتك لعبوا له على الدي في دي وعلى البلاي وعلى كل شيء قالت لي أمي لازمك ترجعي شنو يمكن خذا لي عطيته رقمي خذا رقمي ماما نمشي الحانوت يتبعني شكون؟ هذا يا بابا يا بابا ها؟ قالت لي امي ما يجيش كما انك انت خاطب على ولد خالتك ومعناها تكلم عندها الحق ما يجيش يا منا يا منا صحيت قصيت شي مع الماما الاخر الاخر رجعت له خاتمي وكيفاش وما كيفاش وقلت له اني مكتوب 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 قالت لي امي هذا معناها ظروف على قدها واش نقول انا ما نخسرلوش خالي ماخذ امه حتى انا ما نسخيتش خالي ما جاش في بالي معناها فهم قالت لي امي ما تاخذيش معناها مصاب معناها زور على قدها وش اه مش من اي ثم موجود منه هذاك معناها مازلتي صغيره ويزمك تكملي معناها زيازك مش كامل وكل شيء لازمك من ست ترزني روحك شويه الزهاز يا ما دمر فتياتك الزهاز قلت لها لا لا اختي زهازك مش كامل نقص كريستال وزرابي زيزك مش كامل والفراشيت لا اله الا الله معناتها والله العظيم والله وكلس فرشيطه للحوت والمغراف وفرشيطه للقطو والبانس بتاع درشنيو وكل ليه برجلي برشا 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 تعطيل برشا معاناه به انت حبيتيه ذولي الرجل ذا حبيته الاخير سي جعفر ما تمشي عليك قلت لها ناخذه ولا نرمي روحي لحظة عاد دخلنا في شابيت روميو وجوليت هذا أمك سامة كنتش موافقة؟ لا حبتش قلت لها يا ناخذه يا نرمي روحي قلت لها ناخذه يا نرمي روحي هي هو ولا لا هو ولا لا
والله الرومانسية. الله 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 الله. هو هو يتحب عمروش. وبطا كلامات الناس وامي معنا ماخذة راجل اخر يجيش. قالت لي كلامات الناس وهي طفلة برك. بيه؟ قالت لي مالي بنيتي اللي يكتب من ربي اللي مولك وبري يعمل ملاك وعرس. جاء عماماته الكل عملت لما لبسوني كل شيء قالوا عمو برا قايد الزداك كانت عملت لما كل قايد الزداك وعرس صار المر. والله فكرة حوشتين ما بيش هو ما كيخذها الكمون مزاك يخذها كمون جديد فرحان بيه وشو الكل مشك مبروك عليه ما بيش كامل 9-6 شهور في قوت عرست فيسع فيسع ما بقيتش بيه وارس عملته لم ولا كيف؟ لا تبارك الله عملت حضرت ربي يفضل يميمتي ربي يطول في عمرها ربي يا ربي شال كل أم اللي فينش نشكر في أمي أمي جيت لحميتي هاي مسر هذيك أمي على رأس العيد تابت علي صغير لأني صغيرة لأني عرست ويتاب علي قدش عندكم عرسين تو؟ من 2009 جبت بنتي 2010 2009؟ آه تبارك الله مدة عندكم توا 13 عام متزوجين انت اربع صغيرات اربع صغيرات عندكم اه بنتك بسم الله ما شاء الله يتربيو في عزكم معيشك. الكبير قديش عمره 12 و10 9 سنين وطفل عمره عامين 7 شهور ان شاء الله يا ربي يعطيهم ما يتمنوا لاباس الحمد لله طلع في المستوى ولا هو لاباس الحمد لله لا لا هو احكي لي عليه هو هو لاباس نقول له انه لا لا المشاكل موجوده في كل كوب في كل بلاصه معناتها تضحيتك معاه وكلي اكل حب ناخذ ويلاه وكذا مشيش خساره. ايه مشيش الحمد لله اي مراه واي راجل يتعاركوا ديجا حتى نمشي غضبان وامي ترجعن كان يشرب وبعد بشويه وتنحى. يشرب برشا؟ كان يشرب برشا وما تنحى ما عاد. ما يصحاش احكي لي كيما اخوك. ربي يستر. يشرب برشا؟ كان يشرب و ما عندوش اعطيني الدنيا كل باش نعرف نجم نحكي مع محامي تو عمروش ما عندوش الحقيقة زوالي ظاهر ظاهر نفس مومنا فدك عليك عمروش راه زوالي الحقيقة ما عندوش حاجة ان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل به عمروش تخدم انت تو بابا نخدم عام اليوم نخدم في الحديد وكا حديد قراية هاي خدمة النهار ما فيها عار خويا ماك تخدم بعرق الجبين والشاقي وتعب عليهم خويا ان شاء الله ربي يجيب لك القسم باهي الامور باهي الامور طيبه متزوجين ولا كرينا الحقيقه صغيره تقراو يا شحين قرين صافا مريمتين لاباس شنو هي اسعد لحظه عشتها في حياتك معاه ما تنساهاش اسعد لحظه هذيك ما تنجمش تنساها باش تحكي لي على اسعد لحظه واصعب لحظه عشتها معاه اصعب لحظه مثلا حاجه حزنت ولا بنتي الثالثة معناها تعبت برشا وتمرمت ومعناها على الاخر في الولادة؟ في الولادة في الظروف في الدار في كل شيء شنو وين ساكنين انتم علاش تمرمتش فيش؟ ما عنديش الأرض هذه باسم حميتي واني كنت كاري وطلعتيني معناها خليني نبنوا فيها قالت لي ما يلزم معاها ياخذك ياخذت راجل آخر قالت لي يلزم الآخرين يورثوا وهي لازم تاع راجلك توفى انت كعرست كريتو كرينا اي اللي ما نجبناش الكرا وهو عامل عدس على عينيه نهار يخدم نهار لا والله الا واحد عليك دخلتوا لقلوبنا بلا يعجبكم ولا والله دخلتوا للقلوب ما عليكم عايشك ربي عمروش يعمل لك قلت له والله تعرف عمروش متباهي قلت له ما عجبكم ولا عمروش يعمل لك على روحكم اي عجبونا ها يا عاقل يا حشام يا عمروش يشرب مالي تو ما عادش. باهي. عايشين في الكراء قوي عليكم الريتم. ما عادش نجم الحقيقة. عطر في الأرض هذيا هو كي توفى أبوها حماتي. حماتك وين تسكن؟ بحذايا. وين؟ أي وين؟ كاريا. كاريا أي. كاريا معناها مش بعيد علي برشا من كاريا. باهي. علاقتك بها شنية سامحني معناتها؟ الحقيقة يرحم والديك. وي خلينا نسمعوا المسيو تفضل عمروش. نحكيك حكاية قصتها الله. جيت قوينا صوتك السيد عمروش. قلت لك طار في الأرض هذيا. بعت لي امي بعت لي زيتوني من الورث وربابه فهمت؟ اي شريت لي بها مطرف الارض والفلوس الاخرين كسرتهم هي امي كي قلت لها توا حولي لي الارض باسمي عندي اربع صغار ونحب نطهر الطفل انت الولد الوحيد؟ اي من الراجل الاول انا الوحيد
الطب الارض هذه تابع ابوك؟ تابع بابا، بعتها هي، شريت لي طرف ارض في الحوم ونسكنه غادي 130 متر. هاي قلت لها تو حولي لي باسمي، حب نكمل صار ساكن صار بيت برك يعني، فهمت؟ حتى الفار يعيش معي. هاي قلت لها نحب نطهر الطفل، نحب نكمل بيت اخرى واحد. هاي ما دام ما حدينا حي. قالت لي ما انت ما قداش فيها بالمتر طب الارض؟ 130 متر يا عملوا دويره. قلت لها قالت لي قلت نحب نطهر ولدي، نهز الدار الجيران نطهر واني باهي. اسمع بالك هي تحب تبيعها مثلا؟ هي خايفه مني انا اللي نبيعها كان بعد كم يوم. هي صحيح استحفظت عليها، يمكن جيت عازب وقت هي الارض مزال وقتها باسمي، يمكن راني بعتها. وهي كانت تبيعها قداش تسوى؟ 25 26. قداش؟ 25. وانت علاش تصوم فيها؟ فهمت وقتك هيك. ها؟ تعمل كي خدت بحذاي تبعت. لا 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 انت كي باش تبني عليها. يا عمروش يا عمروش. لا هي وقتها هي خايفة. لا عمروش صحيح هي وقتها عازب. بابا عمروش، ماما عمروش. سيدي خويا ربي فضلك يا غالي، انت توك ناوي تسكن وتبني على الارض هذيك، علاش تصوم فيها يا غالي؟ لا خاطر في جنبي تدافع نفس النور 130 متر وفرد صوم. هنزيد نقرب لك نفسر لك السؤال. انت كي ناوي تبني عليه؟ يباني فيها بيت يعني. انت كي باني فيها بيت سيدي خويا، علاش تصوم فيها الارض قداش تسوى؟ ما عارفه قداش تسوى يعني خاطر الله. هي عليه مشتي مش نبيعها يعني، بحاجه هذيك الصغار يعني نروح باش يلعب لها على الارض. ها هي جميله اللي كما بحلش. يا عمروش يا سي جعفر، هي ماخذ الراجل الاخر جايب ولد وطفله، تحب تكتبهم معايا فيها على الارض؟ انت كي بعثت لي الزيتون غادي في البيت. لا 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 هذاك مشكل. لو كان طبت الارض ملك بيك، ملك بابا، هي باعت لي الزيتون غادي وشريت لي هذيا راه. ها؟ باعت لي الزيتون في البلاد. اي. وشريت لي طرف الارض هذيا هي باها مم. يعني وقتها مازلت صغير قاصر، يعني هي متكفله. باهي خلينا نزيد نفهم. انا قاعد وحدي في الدار تو بربي. وحدي في البيت. ها؟ اسي جعفر. ها ها. سامحني. هو كي توفى ابوه خلاه صغير ولا؟ اي. الرزق نتاع الورد دانين غادي. كلموه عموماتو. اي. قالوا له قالوا عمو امك يلزمها انت صغير ما تنجمش صح معناه شنو الكل، يلزم امك تصح في الوراق الكل، الورث الكل معناه الرزق الفلوس تاخذها امك تاخذها. شنو هو الرزق سموه لي خاطر المشاهدين يحبوا يعرفوا، وعن التونس نحبوا نتنسوا في الرزق شنو هو رزق بايك. لا زيتون. زيتون قداش يسوى؟ باخت بعته بالخطفت ما يعرفش هو صغير معناه يسوى، فهمتها؟ قداش يسوى تو كانت تبيع تو؟ الجيران كله يقول لك فليجه، ما كنت الزيتون، الزيتون الهنشير معناها خليك يسوى ما يسوى. خذت حشاك البغله الاولى للراجل الاول، زاد عاودت له بالثانيه، خذت له الواحد معناها الفلوس الكل مشات. بغلة اش تسوى يا تو؟ مشات وين ما عطيته حتى شيء راه يا سيدي. لحظه اسمعني تو، لو كان تبيع الرزق في الوردانيين، هو في الوردانيين ها؟ مصدور طريق جمال. طريق جمال، لو كان يتباع تو قداش يسوى؟ يا عم حكاية 150 مليون يمكن طبعا. 150 مليون، باهي. هي كي باعت هذاك الكل، شريت طبة أرض وين؟ بحذايا في الطفال. باهي. الطفال. الأرض هذه قلت تسوى أنت في 25 30. خذت هاي كيك، خذت 25 مليون باعتها. طرف الأرض. أنت تو. الزيتون اللي باعته لي ب 25 مليون وقتها، شريت لي طرف الأرض أظنها ب 3 مليون و 800. مش مشكلة مش مشكلة. أنت تو خايف أنه أمك فهمني ولا تقول طبة هذه نتاعي أنا؟ إيه قايدة تو صايم على صفت هي نتاعها هي تو ولدتها هي نتاعها هي مكتوبة باسمها نتاعها. على الوثائق قانونيا باسم شكون؟ باسمها هي. بل في الحجة باسمي وباسمها، كانت عشية كي تنحت عشية ولد باسمها هي الأرض هذه. وانت ما قيدتش باسمك واحد؟ وقت صغير قاصر يعني. مازال المحامي ما باش، قالوا يلزم امك وبعد كده معناها يطري يرجعوها لك. لما يولي لما يولي جماعه لما ينالها الجيران الحبيبات اعطيني خليني قايدي لي خنبني، راني عايشه مع الفيران صدقنا سي جعفر والله العظيم صغاري والله. نزم لدارنا باش يمشوا بيتو غاديك. بيت برك. صور انت سته من الناس بايتين في بيت برك. به. من هكو جينا من هتوالد. سماح سماح. انت تتصور تو حماتك، انت طالبه حماتك باش تجي. انت تتصورها تجي وتعطيكم تكدلكم الارض؟ اي مش قول لا. ها؟
زيد شوية مش قول لك ليه معناه يلزم بعضنا ويلزم بعد غياب عيني نكتبها له باش اخواته الاخرين يرثوا معاه. هذا قال لك ما نعطيش متاعي. عنديش هو رجل شبيك يبيع بيع وفلو طرف فارق مشي سكر با وصرفهم. جيت بنيك كي تحمت تحب ولدك زيد يا اخو بنتك جيت بنيت بها انت بحذاك دورناها ونصروا الناس الكل مع بعض. تعرف في بالك مشكله هي تو هذه ولا خاطر انا وليت فرجي ما هي ما قالت لي شيء قالت لي راه بعثت لها جماعه وكل شيء قالت لي بعد ما معيني قلت لها ربي يطول في عمرك انت ان شاء الله ربي يطول عمرك بخير. عمروش باش نفسر لك حاجه في بالك هذه مشكله خاطر تو انا والمشاهدين من مش نلوموا على مراه لرض باسمها اي لرض باسمها وتنجم تقول لك خويا حتى انا ورثت معك في بالك ورثت معك ولا ترثش ما عادش خاطر بايات اخذتها سي جعفر اه ترثش خاطر بايات اخذته كي اخذت الراجل الثاني جات منه لي صغار الاخرين ما عادش وتو الحمل الكل يعرف الارض نتاع عامر اللي هي الحمل يقولوا لي باري مشيش الارض نتاع عامر يا عم الشيء هذا ومحلاهم هذوما اللي برا يشكي به تا واحد يشكي بامه هو جاو جماعه مش يعاونوا يبنوها لي ما بيتش قالوا لك تبي له جاو جماعه مش يعاونوا السجاف قالت له لا جاو جماعه ولاد الحلال يرحم والديه انت قلتي له يشكي بامك ما قلتلوش شكون قال لك يشكي به؟ على الجيران الجيران قالوا له هذول خويا تحب تقدم قضيه احنا نشهدوا معاك محلاهم ربي خلينا نحترموهم شويه تو لحظه لحظه محلاهم الجيران هذوما قالوا لك يشكي بامك نشهدوا معاك قلت لهم ما نشكيش اه ونشهدوا مال محليهم بربي يحترموهم شوية حول ولا قوة إلا بالله. علاش عيطت لها حماتك؟ عيطت لها مش نقول لها الله يخليك أنا يعني إيه ما غيرتني بحد شيء وأنا ما غيرتها بحد شيء إيه فعو كيني وأم الأخي تعاوني في صغاري ما نكذبش يرحم والدين والدها يرحم والدها لا قضي لي ما نقولش لا تجيب لي القضية تزا صغاري للخدمة ادخلي في الموضوع هي. الموضوع شنو؟ علاش عيطت لها؟ عيطت لها باش تكتب لنا حتى 50 متر باش ما عنديش لا ما لا ضو. الجار الارض هذه فيها ماء وضو ما فيهاش اجي زعفر صدقني لا فيها ما فيهاش كنت مع جاري خمس سنين ضو ماء بس علي انتم ساكنين فيها الارض توا ساكنين فيها بيت 6 على 4 ساكنين فيها لا ماء لا ضو على الشماع وتليفون يشعل صدقني ولدي تحرق ما لقيتش فيه والله العظيم ولدي ولادي عادوا في الامتحانات على ضو الشارع ان شاء الله ان شاء الله برجولين ان شاء الله نلقاو طريقه ما نزلتش حتى 50 متر وحتى 50 متر ما طالبه من حد شيء تعطيني 50 متر المرجد كي نمشي لها ولا المتعمد يقول لي بس حمايتك ما نجمش نعملوا لك مش حتى العباد مش تعاوني قالوا لي بس حمايتك ما نجمش نعاونوك واضح واضح هذاك علاش ما تنجمش حمايتك رشيده رشيده ما طالبه منها حتى شيء صعيبه صعيبه اي صعيبه برشا صعيبه انت صعيبه برشا برشا ما تحسك تعرفوا تعرفوا لهنا تعرفوا واحد يقول صعيبه واحد يقول مش صعيبه صعيبه ولا لا ماهيش صعيبه برشا مش صعيبه حنينه حنينه برشا ها حنينه برشا حنينه برشا اي حنينه تحب عم تعرفني هي تعرفني تعرف كنت عليك ليه ليه والله تحبك على الاخر سي جعفر وي وغيرها في عينها وما تغيرنيش اي واحد قدام اي واحد يقول فيا كلمه برخص فيا انا به عامر انت قل شويه دز شويه غادي بدلوا البلايص اختي اختي بدلوا البلايص باش ما تشوفوش نستقبلوا مع بعضنا رشيده تفضل يا رشيدة زهرة البركة يرحم والديك لا رشيدة هكا ولا؟ اه لا رشيدة أنت تسكن في سوسة؟ اه لا رشيدة أنت أصلك من القروان؟ لا. لا أصلي بابا لجمي من الجم الجم يا بابا على الجم لا رشيدة أنت عندك وليدات؟ عندي قداش وليدات؟ عندي زوز وليدات وبنية زوز وليدات وبنية إن شاء الله ربي يحفظهم وإن شاء الله ربي يفضلهم عاشك تخدم؟ نخدم اي حاسك خايفة شوية انت مش خايفة خايفة من حد شيء ما امورك مدردرة شوية معناتها مش على حاجة ذايني ظروفي معناتها ما نعرفش شكون استدعاني ما حلقة باهية هي عايشك شوف شكون استدعاك يرحم والديك وزري غادي رشيد انت يا ولدي ها؟ كنتي ولدي كنتك ولدك لا ولا سمعتها بنتي ولدي لا كنتي ولدي كنتك ولدك حسب رأيك علاش جاو هما جاو على خاطر هما ظروفهم صعيبة شوية ياسر عندهم ثلاثة أرض
كتبتها أني باش ما يبيحاش، ولدي عنده أربع صغار، حطيتها أني باسمي باش ما يبيحاش، وبيني فيها بيت واحدة من يطيبوا فيها من يرقدوا فيها، ما عندهمش تواليت، لا عندهم جارنا، جارنا اللي بحذاه أعطيه الضوء بحط قص عليه. أنا عملت مطلب للمي والضوء ما جوهمش، قاعدين على الظلمة. ساعات نهز أولاد ولدي معايا للخدمة، ونشكر عارفي بلال وأختي روضة. بلال وروضة ربي يبارك لكم. نهزهم معايا أولاد ولدي يفرحوا لي بولدي ووليدات ولدي. ما عندهمش تواليت؟ ما عندهمش تواليت وحايشين محشوا. لحظة أختي رشيدة، 2022 ما عندهمش تواليت؟ ما عندهمش تواليت، عاملين براك حاشا وجوكم يوسخوا فيها مخصوصين للاخر. لحظة أختي رشيدة، لحظة، الحلقة الكل هالساعة قوم. أنا العشرة متاع الليل، أنا العشرة متاع الليل، سامحوني باش نحاول نفسر للسادة المشاهدين، هناك حاجة بشرية بالفرنسية باش نعبر، ثم الأو بوتي وثم الأو جران. شدني الأو بوتي مش مشكلة، مش مشكلة، شدني الأو بوتي مش مشكلة، نمشي شجرة، نمشي شارع، نمشي ورا براكة، أو بوتي سي با غاف. لو بروبليم هو الأوغران، العشرة متاع الليل، وين باش نشب يا مسؤولين؟ والله 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 والله، والريح يسفت، أراه هو نضحكوا بها أما توجع ياسر. تو احنا كبار مش مشكلة، نمشي والقهوة، نمشي والكيوسك، نتصرفوا. تصور واحد يدق على جاره العشرة بتاع الليل يقول له خويا بربي سامحني، حاجتك طرف زيت طرف مقارونة؟ لا 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 لا، ما قرسان كذا، لا لا، باش ندخل ولدي للتواليت. صار هذا ولا ما صارش؟ لا اله الا الله. قص عليهم المي والضو، ما عندهمش ياش، أربعة ثلاثة بنات يقراو، يقراو على شمعة. أنا كاري ستيديو صغير، بيت واحدة من نطيب فيها، وكوجينة صغيرة، زاد مرت الدار الله يرحم والديها فاطمة وبارك لها هي وليداتها. اسمعني اسمعني، هي الأرض البلاصة وين ساكنينهم منطقة معناتها ريفية ولا لا لا لا، قاع المغطاة في سوسة. من القاع المغطاة في سوسة؟ إيه. في 2022 سيداتي سادتي ثم وليداتي يقراو على الشمع، تو فهمني، يقراو على الشمع، ويقول لي ثم وليد من الأولاد تحرق. وليد معاش بنت، شكون اللي تحرق؟ قلت لي لاباس 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 باه. الأرض باسم شكون؟ باسمك أنت؟ باسمي أنا. أنت كتبتها باسمك باش هو ما يبيحاش. إي أنا هذاك علاش حبيت أني باسمي أنا، باش هات هو ما يبيحاش، أني ما أني هو هو أرض وهو أصل، أما أني كتبتها أني باسمي باش هو ما يبيحاش. هو أرض وأصله؟ إي أصل نتاع أبوه، الله يرحمه، أبوه متوفى. لحظة بركة، ولادك الآخرين ما عندهمش الحق فيها؟ لا. والأصحاب هذوك قال لك اشكي بها هذه. يتخاف ربي المرأة دي. اسمعني ليلى محمد رسول الله، أنا برجولي باش نتوجه الولية سوسة، لو كان مازالت الوالية نعرفها أنا المرأة دي. ملا مرأة ولية سوسة مرة دخلت معانا مرتين في جوهر بالتليفون وحدها، أنا الناس يعرفوني وعندهم فيا الثقة، كي نقول فلان عمل عمل ما عملش ما عملش، ولية سوسة هاو حقك. إن شاء الله تتفرج الحلقة متاع الليلة، ولو كان مش هي خاطر وقت اللي دخلت معنا مرتين في جوهرة ممكن ثم شكون يخدم معاها. قالوا لها السيدة الوالي ها هم الناس الواجب، قالوا لها راه ثم وضعيات وكذا، تدخلي وتدخلوا العباد. أنا أدعوها أنه تستدعاكم بيرو محلول، تستدعاكم وتفضلكم مشاكلكم قبل هذايا. يا أحمدك عسلامة يا رشيد. عسلامة أمي. عسلامة زايز. وينكم؟ لاباس لاباس بابا. الحمد لله، عرفت على استدعيتك، انا تقعد لي امي انت. عايش ولدي غير. انا عمي بابا. تعاوني فيه، انا مشكلتي على الطرف الارض.
أني حاول يالي بس نظامنا أولاد أحلالي يحب يبنوا هالي أني يا سيدي أني وليدي أني مش فكت هالك للأرض رأي باسمك أنت لكن أني كتبتها باسمي على خاطر أنت أني مش على حاجة أريتني أني فيش عايشة هما أحسنين شلا وحكا أني أريتني فيش عايشة عايشة أني وغيتك أريتني أني فيش عايشة ما أني نتلز وغزر عمري أني تمتع طويك سلام نخدم على روحي باش خرجت كرايه يوميه وذو انا شو استعب انا طالبه حق ولدي يا عامر اني نعرف اني بعد ها قدام الجمهور الكل قلت لك راهي يحقق مش حقي خاطر نهار اخر اني وقت نموت حسبني ربي راه هذا مر طويل فهمتني اني مش على حاجه اني كبرتك وتعبت معاك اني ما نحبش نلوح ولدي راه أني بيدي وكان نرجع أني أسمعني أنا وكان نلقى باني أنا ساكنة بحذيكم ما نكونش كارية فهمتني ما عنديش هي جسكني بحذي شكون حزك أنت فهمت بابا أني مطالبة حتى شيء أني تعرفش نحب نطلب منكم وقدام الجمهور الناس الكل وقدام شي زعفر والكل أني تشنية أمي تباه نكتبها لك أما بعد غياب عيني تصرف واحد فيها واحدة كل كل أمي إذا مش كون يحب يعاوني قلت وراي بعد من معينا لا هي لحظة 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 أخوي لحظة لحظة مفضوضة راي هكا را راك لحظة مفضوضة يا حمداء أنت قلت له طو النجم نكتبها لك أما ما تتصرف تبيع كان بعد من العين هيبة في شكل هيبة صحي يعني مطالبة منها حتى شيء يعني را بعد غياب عيني يتصرف فيها هو وحده وهو صغيراته انت من شنو خايف انه يبيعها انا خايفه كمان من البيع انا ريت كان فيه برشا شركاء الارض هذي نحيت شوف انت كون شريك نحي بها بالفلوس نتعب عليهم ونحي فيه رديتها باسمي انا وحدي نحيت معناتها ما عادش عندي فيها شركاء معايا فهمتني صح ما طالبه منهم انا طالبه حتى شيء انا قدم عبيد واطلع سي جعفر وصل علي في الحومة من غير ما نسال عليك فهمتني انا صدقني نمشي الاربع ونص للخدمه نروح من المغرب يذن وصل علي عارفي بلال انا وين وهو بيدو يتخص نجي نعطي لولدي خاطر ما عنديش ما خلافه وهو ما عنديش رشيده نعم رشيده الله كما جاتش دنيا كورونا و... يا بنتي نقعد معنقك الحياة الكل انت تكلم خد تكلم رشيدة لا رشيدة من الاربعة ونص تكلت بتاع الصباح مش نحكي عليك انت صاحبي نحب نتكلم ثم اشباه رجال مش ما نقولش حاجة اخرى من الاربعة ونص متكلت عليه للستة للخمسة للسبعة تسمع منه كان الكلمة الموذية وهاتي وش عملت على خاطرنا صحة الرقعة انذال الله العظيم ساعات نحبش نتكلم من الأربعة هذه كان جات الدنيا تو مش نحكي عليك أنت لك بصفة عامة هذه وأمثال السيدة العظيمة هذه المرأة العظيمة هذوك وقت يقوموا الصباح مانين مرة خدمت في الراديو في إيه فهم من الخمسة بتاع الصباح فهمت اللي تونس 90% منها نساء تكلت أقسم بالله كي نقوم لفجاري نلقى كنساء ماشيين ينظفوا على الصباح سارين على وليداتهم من الخمسة تلقاها تسري مسكينة هاي تخدم في مترو هاي تخدم في محطة هاي تنظف في ديار هادر شنو وكذا إن شاء الله ربي يبارك لك عايشك ربي يبارك لكم وكل من الناس الفخر كل. والحب أنك جيتي بحذانا عايشك ربي يبارك لك ويرحم أميتك عايشك واني فرحت وقت اللي هو جاي ويحب نطلب منك تصلح له وضعيته ويبني له دويرته ما جربية حاش وجوكم عايشين معاهم عنده طلب هو يا رشيدة هو زاد ما ينجمش يتصرف في الأرض طوكي حتى الجمعية باش تعطيه ما ينجمش يدخل منقال ولا والي ما ينجمش يدخل منقال بتاع ماء بتاع ضو لو كان بتكونش الأرض باسمه أنا عملت مطالب راني في الضوء وفي المية سي جعفر يا رشيدة نعم أنت علامة السؤال اللي محيرني علامة تكتبيها لوش شنو اللي خايفة منه مثلا أنا ما خايفة منه والله اللي خايفة منه حتى شيء أنا شنو ذا الواحد أنا معناتها ولدي هذاك صح يتلز ولا حاجة بيها أنا مش على حاجة أميتي أنا هذاك بعد غياب عيني يتصرف فيها وحده يا رشيدة رشيد رشيد نعم أنت صفي النية مسافيت اغزل لي اختي اغزل انت ميمتو
شكون قال لك باش يبيعها؟ ما هو 50 50% باش يبيعها و 50% ماهوش باش يبيعها. خلينا نمشيو في كاس المليان 50% ماهوش باش يبيعها وباش يبيعها باش يخسر 12 مليون يتفرجوا فيه. شكون مازال باش يتلفت له؟ وشوف باش نقول لك حاجه ما ينجمش يبيعها. لحظه 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 ما ينجمش يبيعها لانه زاد مريته حافقه. لا يرحم والدها. عطيني ربي يبارك لك والله يخليك. عايشك. وربي يفضلك. عايشك. رشيدة يعطي للصبي قداش في مترو؟ والله هو هي 135. 135؟ اه. فهمتني؟ هو بدا من الفم وقال لي قال لي يوم انت تعبت عليا ياسر نعطيك 50 مترو ابنها. تعرف واش طلب بك ولا؟ اه. شو من العيلة محلاهم؟ هو قال تعطيني حتى 50 مترو، قال خلينا انا تعطيني 50 مترو نبني فيهم. واغزر لامه قالت لي تو؟ قلت تعطيني حتى 50 متر وانتم بقلب واحد يا ابو قلب اللي تعمل انت سي جعفر وهو انا راضيه قدامكم الناس الكل. انا باعتباري قاضي سيدتي سادتي شنو اللي تعمل اللي تقرروا انت، انت القاضيه، انت الحاكمه، انت المحاميه، انت كل شيء. انت انا نحبكم الكل بحياه الجمهور هذا الكل وبحياتكم انتم واولادي والكل اللي تعمل انت مبروك. اعطيني برك هوني كان راس من الكراه وهو اللي تعملوا له وانت اللي راد. ما عنديش باش وقت نبلي تو وما عنديش شكون يعاوني وبيدو نحب اني ولدي ديما منور قدام العباد يدخل له الميه يدخل له الضوء يتبنى له داره. فهمتني هذيك اش صار حتى الموت الموت مرتاح بعد عمر طويل. حتى انا كان موت ندخلني صغاري مرتاح رجعوا نشوف الظروف كيف تنزل باش منه منا فليجه منه منا نمشي لدارنا ما تشوف وصغاري تنزل فيه من تدوشي لهم بيجوا يقروا عندك يقروا عندك تنزل من تدوشي لهم غادي نوصل فيها ان يجوا يقروا عندك وين تدوشي لهم؟ وانا نلزم الخدمه معايا. لحظه 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 عاد شنو هي الخدمه اللي تخدمي فيها؟ انا نخدم في عماره اي اللي يكروا فيها جماعه اللي جو مثلا من الجزائر من ليبيا من ليبيا من بيوت كلوتي اي بعض كل الشقق المفروشه صحيح. انا جيت زميلتكم وطمنينا هزتني باه انت تنظفي غادي تستغلي الفرصه وانت تنظفي في البيوت ايه؟ تدوشينه في البيوت ايه ندخل شاور عارفك ولا بغير؟ لا لا عارفي عطاني قال لي مادام مسرح لك ويرحم والدي بليل ويفرحوا بالصبيه اللي عنده وربي يخلي له مينته وعمه زاد نور يرحم والدي بليل هذا يرحم والدي اي واحد اسمه بليل راجل نهزهم نغسل لهم غادي وزيد يفطرهم بليل وزيد يعطيهم حاجه يبدا ما عندوش هاي 5000 هذاك و5000 هذاك ربي باش يفرحهم وعمل عنده صحابه يلا يرحم والدي عمر وواحد اسمه احمد طلبوا لي وعملوا لي مطالب نحل عليهم الكتاب هذوما عمر واحمد زاد هاي برك ودفعوهم لجماعة السكن نتاع الضوء فهمتني باش يعاونوا قال لي هو اللي حاط قداش من مره تجيبهم يدوشوا في الديار هذوما برشا مرات في الجمعه قداش من مره نهزهم اني ساعات في السلعه ديما كل يوم نهز الاكثر ينزلوا من الدار نزلوا بس السلعه يبدو مصلعينه حتى الطفل الصغير وثلاث سنين مره هزيته معي وبرد وشتاء وناخذ لهم التاكسي الاربع ونص نتاع الصباح. نبايس بيه يا سي جعفر بالفشفش ويبتوا بحذايا. نبايس بيه ونقول تصدقني على الكرسي. بيت ونمشي ونهزهم معايا وندوش لهم خاطر ما عنديش مزيه ولاد ولدي. عندها حساسيه في راسه. الفار ظل يشتكي من بير مره بيت لحظه قالت لي ما عادش نبات فيها هذا. في لحظه فار. جربوها بيتك. انا مبايسه. امام بالواحد تكلم سمح سمح. انا مبايسه سامحني لا لا خليني اسمعه لحظه هي مره هذه لحظه اسمعني بس سؤال معناتها في الشارع انت عامل حاجه في الشارع في الشارع سي جعفر الناس يتفرج علي ويجي يتفرج علي راه نغسل في الماء معوني برا في الشارع نغسل فيه عامله لوحه لبرا معوني نغسل فيه في الشارع انا مشيري ما يقول لي ما فما تو نبعثوا لك تو نجوك نطلعوا لك ادري شنو ما ودي اطلع نشوف حالتي كيفاش راني في الشارع باهي رشيده شنو نعملوا؟ نعم سيدي شنو نعملوا سيدي؟ اللي تعملوا انتم مبروك رشيدة أنا مطالبة منك حتى شيء أنت باهي وأنت ربي فضلك ولا راس ولا عين أنا نحب نعمل دار كما العباد أبدا أنا زاد ما عنديش دليل أنا سامحني أنا باهي تعمل دار أنا ماذا في نفح أنا بولدي أنا باش نعمل دار باش نكون راسي زاد هو عندي قال لي نعطي لأمي 50 كل واحد هيك سميح 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 يا سميح خاطر تعذبت يا سي جعفر انا مش نموت اي تو احنا في الفرحه خاطر لقيت العشق عليا احنا وصلنا للفرحه نعرف نعرف خاطر كاس الماء كنت تتعدى براك كان الكاهن مثلا مش داخل نعطيه كاس الماء
تكاهل لي كيف هكا حتى تري لي صحه وتري الدنيا تكاهل لي كيف هكا موجوع على المراه ما تجربش الماء نعمل شويه مناوي للجيران معناه نقول ما تاخذش بعد علاش خاطر تعيش معايا الفيران ما تاكلوش بنتي بنتي تهرب يهرب عليا يمشي يباتوا بحدا يهربوا بحدهم يباتوا يباتوش عليه شو اللي عملته ليه نزلت صحيح نخدم لعب نركض كنت نحب نبني بذراعي قويه اللي حجرة في حجر ما مثالش نبني نورمال والله بقلب نورمال نورمال ما نقعدش انا ما طالب حتى ما طالب حتى شيء ان شاء الله من اهل سوسة البهين الطيبين من أهل المستير من أهل المهدية أنا حكيت كيكا خطر هذوما جيرانكم وحبابكم وناسكم والبنزرتية والمدنينية والقصرينية والتوانسة الجملية من بنزرت البنقردان للتطاوين والمتغربين إن شاء الله يتفرجوا في الحلقة هذه وحجرة حجرة وعلش ليه تتبنى الدويرة هذه قدرة ربي عظيمة تدريش عليها تتبنى الدويره هذه والدويره هذه كيفاش تتبنى نبنيوها هنا تو ارشيتكت حسب رايي انا نعملوها دوبليكس نعملو اللوطاني مريقل والفوقاني مريقل الفوقاني كان تحب لك انت وولادك وهذه معزه مكرمه هي لول ايوا هي راسك ما نقولش لا اسمعني تعرف نبنيوها اللوطه والفوق سيستم امريكان الدروج من برا باش كل واحد عنده بابه الاحترام لا تدخل فيه لا ندخل فيك تسمع فيه باش نحكي؟ نعرف احنا تو قاعدين نحلموا اللوطاني نبنيوها مثلا قداش وليدات عندك؟ عندي اربعه وليدات اس بلس 3 صاله بيت نوم وزوز بيوت للوليدات زوز منا وزوز من زوز فريش الرفاه انا تو الدار زوز فروشات منا الولايد منا والاخر منا والاخر عنده بيرو صغير الاخر عنده بيرو صغير تندبروا الاثاث عند ربي مش بعيد راهو ماهوش وعد هذا هذا حلم اما ينجم يولي وعد احنا تو قاعدين نحلموا به والفوقاني للملكه بالطبيعه يرحم اللي جابكم مراه هذه تقوم لربع ونص تاع الصباح اي عندها كبير لابا ناخذ 9 نتاع الليل الزجاف تحقيق فهمتني الفوق معزة مكرمة فهمني والله المرأة كتاب قرآن في يديها وسبحتها ودنيتها وكذا وتقول أي ولدها تحتها وتقول أي فهمني نخي باي يرحم والدين ولدها هي لا غيرتني لا غيرت هاي يرحم والدين ولدها ربي يبارك نجم يعملوا حكاية دوخ إن شاء الله ربي يجيبنا في السويب فما حتى ما طالبة حتى شيء اقفوا ونشكر شيء واحد زميلي يخدم معايا اسمه أيمن ديما يعارك عليا ويفرحوا بوليداته ويرحم والديه. استنى. عندها الصرعة. عندها الصرعة تدوخ. يا جيبوا لك تسبيح شنو أنا عملته؟ بها في الصاق. ها؟ حرامشها في الصاق فوق. يا رب. استنى. ايش ايش؟ تمش شوية واحد. شنو يتعمل لها تو؟ ها؟ الغصة في القلب مدام سماح خلتها تتعب وتفقد الوعي برشا وجيعة وحسرة وخاصة قهر من وضع لتراس غارها يعيشوه كل يوم لكن النقطة المضيئة في هذا الكل إنه حماتها مدام رشيدة ما ترددش اللحظة إنها تجري لها وتاخذها في حضنها كأم بالأساس وتمسح دمعتها وتطيب لها خاطرها صباح خير شوية هاي شل قلت لي اللي بقى أمس البارح في العشية طلبتني هي قالت لي احميتك قلت لها نعم قالت لي عامر ما قال لك شيء قلت لها ما قال لي شيء قالت لي جاتك جاك ورقه ولا محامي وهي مش تفاجئني بكم انتم فهمت قلت لها انت مادام فما حاجه ما انت تعرفي ما تحبش تقولي لي قولي لي اش فما فهمتني حبت صداك يعني انت ان شاء الله ربي يبارك لك عايش برشا برشا عايشك يرحم امي انتك ويفرحك بوليداتك يا سي جعفر
معناتها انت اكتب له فهمتني ولا، وان شاء الله ان شاء الله نغفر وان شاء الله العباد تعاون وان شاء الله يا ربي الحلم هذا يتحقق. هي خاطر بس ما نجيبش ما نجا وحل ما حدش نعمل ماك اسي جعفر يعني والله العظيم اسي جعفر يعني مش انا مش ناكله لا اقول لك سنين ربي اصلا قبل ما يعرس سامحني ها سامحني قبل ما يعرس وهي عندي تو من وين معناتها كان هو ها في وجهه كان خليتها له انا باعها ينجم تسمع فيه؟ اي نجم ايه وين وكان عينتي وكان عينتي يعني باش نحب نحط اخواته الاخرين انا حطيتهم من واحد اماني لا سامحني حاجه وكل اللي قالوا لك اشكي بامك اقطع معهم حياتك سمعتي خويا خويا عندي باش نشكي بامي لا 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 هما هذوك اللي قالوا لك والله قديش من مره ان شاء الله ان شاء الله قديش من مره يجوني يقولوا راه ولدك يقول يقولوا ما ينساش ربي يهديه عليك بالله يا طيب. عليك بالله اسمع برحتول عليك بالله تبدا ما انت عندكش نعطيك بالمية ولا لا نعطيني نبدا انا نعطي الولد يبدا عندي نعطي الولد انا المهم يبدا فرحانين تعطينا من ودك يبايس انا مطلب حتى شيء انا بيتي كنت نشوف الدار اللي ساكنه فيها تقول كيفاش عايشه فيها هذي ان شاء الله ربي يغير الاحوال باهي على ربي ربي يبارك لكم ربي يبارك ربي يبارك لكم ربي يبارك لك عايش خويا الغالي عايش 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 جاي الشعب هذا كل ربي يبارك تعمل خير فيها فما راهو برا معكم بطل قدام ربي ربي يبارك لك يا باهي مرحبا بكم نستاه نستاه ان شاء الله بنلف عليك ان شاء الله تفضل عشقي يا خالي ما ثم حتى شيء مستحيل راه ما ثم حتى شيء مستحيل وعند ربي مش بعيد وعند ربي مش بعيد برشا ناس قلت لي ليه شكون يا خويا شكون درانا نحن ما نعرفش شكون درانا شكون فاش شكون قاعد يتفرج انت تعرف شكون قاعد يتفرج ما تعرفش شكون درانا مثلا واحد نفس مؤمنة قاعد تو يتفرج وكذا ولا مرا قاعده تتفرج وتحب تخرج صدقه ولا عندها شكون توفيلها صارت قبل تحب تخرج صدقة على روح أبي مثلا هي عندها مثلا زوز مليارات ولا أودي في بيتكم مع ربي شيء ما هو صعيب تحب تخرج مثلا 30 مليون هي ولا 40 مليون قول لابني دار للمرأة هذيك والوليد هذيك في الله هاو على عينيك فهمتني 29-766 ألف تكلموا البرنامج والبرنامج ينسق مع العائلة هذه وإن شاء الله يا ربي نكون قاصطة في حاجة ترحم على وانتم زادة باش يسيبكم ثواب والله تيدي يسير إن شاء الله ربي يجري على سنة إن شاء الله